إذا بالنسبة الآن هذا الدايود راح ندرس الكاركترستيكس تبعته. الكاركترستيكس يعني الخصائص تبعته، طريقة عمله. حتى ندرسها راح نطلع العلاقة ما بين الفولتج والكرنت تبع هذا الدايود. راح نحط الفولتج على هذا الأكسس، هاي الجهة شو معناها الفولتج؟ إشي بوزيتيف. شو يعني؟ إذا مين اللي بيكون بوزيتيف بالنسبة لمين؟ إذا أنا لازم حتى أكون دقيق لازم أحط هذه هون وهذه هون. إنه VD يكون بوزيتيف لما يكون هذا بوزيتيف بالنسبة لهذا، VD بيصير نيجاتيف لما يكون هذا بوزيتيف بالنسبة لهذا. إذا هاي منطقة الفولتج إيش؟ بوزيتيف. المنطقة هاي الكرنت بوزيتيف. المنطقة هاي الكرنت نيجاتيف. هلا لو إنه هذا ايديال سويتش، لو إنه سويتش مثالي، شو المفروض يكون؟ قديش بده فولتج حتى يشتغل؟ كم فولتج لازم احط عليه حتى يشتغل؟ صغير جدا مش هيك؟ زيرو تقريبا. والفولتج دروب عليه قديش لازم يكون؟ زيرو تقريبا. طيب لما بحط عليه فولتج معكوس قديش لازم يكون الكرنت فيه؟ زيرو. هذا الايديال سويتش، بس هذا مش ايديال سويتش. لو انه هذا ايديال سويتش كان الكاركترستكس تبعته بتكون زي هيك. راح ارسمها بلون ثاني حتى نفهم بس انه هذا مش ايديال. لو انه هذا ايديال سويتش كان الكاركترستكس تبعته بتكون هيك. واضح؟ VD و ID هذا لو انه ideal diode. لو انه ideal diode شو يعني؟ يعني ما بلحق احط عليه اي فولتج ايش بده بصير؟ الكرنت بزيد بشكل كبير، وما بحط عليه بعكس الفولتج عليه ولا يمكن ياخذ اي كرنت، الكرنت في زيرو. لكن الوضع احنا لما بنطلع هون مش صحيح، بنطلعوا لي هون. لما بديت ازيد الفولتج عليه ايش كان الكرنت؟ هل زاد الكرنت بسرعة؟ لا، كان صغير في البداية. بعدين ايش بدا يزيد؟ هاي على فكرة exponential. هذه هون اكسبوننشال. شوفوا شو عملت، انا رجعت خط صغير من هون، خط مقطع من هون، كاني عمالي ايش بقول تقريبا حتى يبدا هذا ياخذ كوندكشن قديش لازم احط عليه؟ في فورورد. وفي فورورد بدايها بالديتا شيت. هلا اذا بتطلع على الديتا شيت تبع اي دايود راح يقول لك قديش الفورورد فولتج تبعه. شو يعني الفورورد فولتج؟ يعني عمليا انت لما يشتغل هو قديش راح يكون الفورورد فولتج، الفولتج دروب، في فولتج دروب حتى لو كان صغير، قديش تقريبا هذا الفولتج دروب؟ تعرفوه؟ تقريبا 0.7 بالسيليكون و 0.5 في الجرمانيوم. اذا في عندي فون فورورد فولتج دروب، وهذا على فكره مش واقف وقوف، في شويه ميلان. لو انه ايديال كان بيكون واقف وقوف زي هيك، في شويه ميلان، معناها انه عم بلو بزيد. لما بزيد عندي بدي ازيد الفولتج حتى يضل يزيد الكرنت، عندي بس قيمه صغيره جدا. طيب شو كمان بنلاحظ هون في المنطقه هاي؟ هاي المنطقه شو صار فيها الفولتج والكرنت؟ ايش صاروا؟ التنين نيجاتيف، الكرنت فولت نيجاتيف، فيش شيء هون، فيش شيء هون. في عندي يا بوزيتيف بوزيتيف يا نيجاتيف نيجاتيف. لما الفولتج صار نيجاتيف شو صار؟ ما كان في كرنت زيرو، في كرنت صغير جدا. هذا اللي نسميه اي دي. في عندي شويه كرنت عماله بمر بالهذا صغير جدا بالمايكرو امبير او بالنانو امبير. وكمان هذا بنلاقيه يا برينج النانو امبير او مايكرو امبير، بيكون كرنت صغير جدا. هذا لازم نكون عارفينه انه في ليكج، في تسرب عمال بيصير عندي في العكس. هذه القيمة صغيرة جدا، انا طبعا راسمها هون مكبرها، بس هي لو نرسمها مضبوط راح تكون هاي صغيرة جدا بالنسبة للي موجود هون، فهذه هون مكبرة. شو كمان بصير عندي؟ لو ضليت ازيد الفولتج العكسي عليه شو بصير في النهاية؟ بصير في بريك داون، اذا هذا هون البريك داون فولتج. كمان هذا موجود في الداتا شيت. رح نطلع كمان شوي، رح ناخذ داتا شيت حقيقيه للدايود ونطلع، نقدر نطلع منها البارامترز اللي موجوده هون، اللي هي عندي في فورورد، اي ليكج، في بريك داون، وطبعا في عندي الريتنج، الريتنج تبعت الفورورد كرنت كمان قديش هو بتحمل كرنت. ما بقدر احط فيه اي كرنت من هون، في له ريتنج بتحمل 8 امبير فورورد، 10 امبير، 20 امبير حسب الريتنج تبعته بهاي الحاله. هذا هاي اسمها الكاركترستيك تبعت ترانسفير كاركترستيك او الكاركترستيك ما بين الفولتج والكرنت لهذا الدايود بشكل عام. طبعا الباور دايود بالحاله هلا ممكن تلاقي انه في الباور دايود هذا الفولتج دروب بيكون اكبر من هيك، بصير يعتمد على الدايود اللي احنا بنطلع عليه. ما بنقدرش نفترض دائما انه هذا القيمه دائما صحيحه.